في إطار الحملة التوعوية التي تقيمها وزارة الإسكان بالتعاون مع وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني ممثلة بشؤون البلديات، يؤكد قسم إدارة الممتلكات الإسكانية أهمية الاطلاع على اشتراطات التعمير للمنتفعين الذين يودون التوسع في البناء، وذلك من خلال قنوات التواصل الإعلامية المختلفة لوزارة الإسكان أو مراجعة الجهات المختصة. وللمزيد حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف المهندس فهيم عبد الله، رئيس قسم إدارة الممتلكات الإسكانية بوزارة الإسكان. أهلا بك سيد فهيم في نشرة الثالثة، ولو تطلعنا على الخطوات الواجب اتباعها حين إجراء التغييرات والتعديلات في الوحدات الإسكانية، وبالتأكيد بما يتوافق مع اشتراطات التعمير. أمسيكم بالخير. في الواقع وفرت الحكومة الموقرة الآليات وطورتها فيما يتعلق بإصدار رخص البناء للتعديلات والإضافات للوحدات الإسكانية، بدءا من إصدار اشتراطات التعمير عن طريق سعادة وزير الأشغال وشؤون التخطيط العمراني، وكذلك قيام وزارة الإسكان بتوفير الخرائط اللازمة للإضافات المقترحة، وكذلك المساعدة التي تقدمها البلديات الإضافية فيما يتعلق بتسهيل إصدار رخص البناء إلكترونيا. فإن قيام المنتفعين باستخدام هذه الأدوات من أجل عمل التعديلات اللازمة سيكون متاحا للجميع. وبالتالي كذلك أيضا نود أن ننوه إلى إمكانية الاستعانة بالمكاتب الهندسية، وذلك لتقديم وتمرير رخص البناء التي لا تستغرق وقتا طويلا، وبالتالي فإننا لا نجد أن هناك مبررا لأي مخالفات لاشتراطات التعمير الصادرة إذا تم الاستفادة من كل هذه الأدوات المتاحة للجميع. كذلك نود أن نؤكد على أن المقترحات التي تقدمها وزارة الإسكان والتي يمكن تنزيلها من موقع الوزارة سواء في الهاتف الذكي أو اللابتوب أو أي جهاز آخر، وكذلك الخرائط والضمانات أيضا لها دور كبير في مساعدة المنتفعين في تسهيل حصولهم على رخصة البناء المطلوبة. نعم، المهندس فهيم عبد الله رئيس قسم إدارة الممتلكات الإسكانية بوزارة الإسكان، شكرا جزيلا لك.